اهلا اهلا اشرف حبيبي اشرف. بطيخه حمراء البطيخه خضراء، وين هذا وين موجود؟ نص شكل خشبي. برنامج شو السيري موقع البرك، احلى وبيدا واحسن فنان. السلام عليكم، معكم حلقه جديده من برنامج شو السيري. بس شو السيري وين انا؟ السلام عليكم. حلقتنا اليوم بدنا نفهم شو السيري اكثر واكثر بتعمق هالمره. بدنا نحاول نكتشف الاسرار وراء كلمه شو السيري. واليوم احنا في اوبتينايز كفر قرع بدنا نفهم برضه شو السيري، شو قصه الحمله الجديده اللي كل اسبوع بيطلعوا فيها. خلينا نشوف شو السيري في اوبتينايز كفر قرع. مشاهدينا بدنا نفهم شو السيري من الاولاد اللي وراي وهم يطاردوا على البسكليتات. بدنا نعمل فيهم مقلب. خلونا نشوف شو السيري. مرحبا. اهلين. شو اخبارك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ شادي زيد. شادي زيد؟ بتعرف انه انا معلم زيد؟ اهلا وسهلا، شو اخبارك؟ طيب بما نحن نفس العيلة بدي اسألك شو السيري دار زيد كله منغشين؟ عجاد هاي اشاعة ولا حقيقة؟ لا حقيقة. حقيقة؟ موثوق منه يعني؟ اه اكيد. طيب انا شايفكم هون انتو شو اللي معكم بسكليتات؟ اه. وجايين على منتزه البير؟ اه اكيد. أو شو اسمك تعرفنا؟ حسن محمد مصالحة. مصالحة وانت؟ شادي زيد. شادي و حسن. شادي وحسن. ركزوا معي منيح، هذا السؤال اذا بتعرفوه سامعين مشاهدينا برنامج شو السيري. احنا بدنا نعرف، اذا بتعرف هذا الجواب تاخذوا عن جد جائزة قيمة. مرحبا جواد. اهلا وسهلا. معنا الفنان ابن قريه كفر قريع وهو عرابي معلمي، هو اللي اكتشفني في موهبه التمثيل، جواد عبد الغني. الله يسعدك. شو السيري؟ شو السيري؟ عارف شو السيري؟ بعرف ايش انت بتعرف شو السيري؟ ما صرنا اسمع هاي يعني البرنامج صورناه تحاول نفهم شو السيري، ما حدا فهم شو السيري. بتعرف شو؟ يعني انا حسب رايي ما فيش سيري. افتح سيري. احسن شيء. شو سيرة المسلسل الجديد؟ رجعت للتمثيل ورجعت للاكشن. إيه رجعت انا ما دشرتوش ولا مره. بس بكت فترة قصيرة اللي أنا بعدت عنه شوي مزبوط، بس كل الوقت أنا بكت بالتمثيل. في مسلسل جديد طالع يبث على التلفزيون الإسرائيلي بعروض 33، قناة 33 مش عروض. بعيدة. بعيدة. طيب عندك مسلسل على القناة 33؟ إيه مزبوط، على القناة 33 يبث يوم السبت الساعة 9 ويعاد يوم الثلاثاء الساعة 9 للمساء. مساء طبعا. وشو انت ماخذ دور؟ سمعت دور بطولي مزبوط؟ الدور الرئيسي في المسلسل. اخيرا اخذنا الدور الرئيسي في المسلسل. اخيرا بدوي. المسلسل بيحكي عن حياه البدو. تخيل انا بدوي. شايف ظابطه معك؟ بعرف ايش انت شو السير يا زلمه. انت بدوي احسن مني. انا انا بكل لازم نحكي مع المخرج يعني. بس تاخذ مني يعني؟ لا فاش اللي في اخرى الجزء الثاني انت راح تكون البدوي. خلاص انا البدوي. شو علاقة الأمم المتحدة بجمعية الرفق بالحيوان؟ وهل هذا نابع من خروج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا؟ ولا هذا إشي كان سببه اللاعب السابق أشلي كول تاع تشيلسي؟ صح بعرف مش خليه شو دريني. هي العلاقة طردية ولا عكسية؟ عكسية. انت شو رأيك، طردية ولا عكسية؟ طردية. شاهدينا مكملين في البحث في البيك سنتر على شو السيري. يعني دورنا بين الحدايد بين المواصير بين كل شيء هنا مش عارفين شو السيري. انت العافية. يعطيك العافية. هلين عرفنا حالك. حسن محمد زيد جارنا يعني. وقرابتك. قرابتي جارتي وقرابتي. طيب لكن هناك هون بالصدفة في البيك سنتر نسأل الناس شو السيري. فشو السيري انت برأيك؟ شو السيري؟ السيري انه في شيء نقوله. أنا هسه بشهر كريم، شهر خير، وبقول جميع الأمة الإسلامية وربنا يعيده بالصحة والعافية. وهذا اللي بقوله يعني بهذا الشهر. في شيء أقوله غير شيء ثاني. طيب بس أنا بعرف أنت وأبوي مسرجي صح؟ ما وسرجية قدما. قدما أنتوا من الألف ألف هذول الخبرة. أي نعم. طب أنتوا بما أنه أنتوا اشتغلتوا مع بعض بالزمانات. بالشركات يعني ممكن نشتغل مع بعض. مش كل شو اليوم يعني في مهن بالحياة عنا الناس تفكرها سهلة أو مثلا بيعطوهاش اهتمام زي المسرجي زي نعرف
كهربجي كتير، هذول العمال، هذول اكبر نسبه موجوده في المجتمع، صح ولا لا؟ مزبوط. طيب انت بمهنه المي، موصير المي وتركيبه، هاي الناس بتفكرها سهله، انت شو رايك؟ فيش شيء بالحياه اسمه شيء سهل، اما الشيء اللي بيسهل على البني ادم انه ارادته. طب اسمعوا، انا بدي ادلكم على الجواب. الجواب هو انه عشان عشان الجمل، جمل اللي رفس الزرافي. طيب هذا هو السبب بتاع الخربطه العلاقات كلها. طيب طيب مشاهدين، احنا معنا شو؟ شادي. حسن. طيب احنا سالناهم سؤال وهم ما عرفوش الجواب، بس راح اسالهم سؤال، راح يعطونا واحد منهم راح يعطينا جواب، اللي بيعطينا جواب قبل راح يحصل على جائزه قيمه. شو اكثر شغلات بتصير مع المسرج، يعني اكثر شيء بتصلوا فيه تعال صلح؟ اكثر شيء البناشر. بناشر بالحنفيات يعني؟ بالحنفيات، بالمواسير، بكل ما يخص المواسير يعني. بالدار بتصير مثلا تفكع ماسوره مثلا؟ بصير بصير في شيء بصير. مرات طب مرات بتصلوا فيكم مثلا وقت متاخر، بتصير مرات ولا؟ بصير بصير، وما بحال الطوارئ منروح، ما بحاله يعني منروح نعمل ازرار شنو. طيب تعمل تعمل اسعاف اولي للمصور؟ منسد الشبر ومنطي ميه لشغل حاله للصبح مشان حلو. شايفين يا جماعه الخير، يعني الدكتور بنادوه بالليل عشان يطبب، هون برضه المسرجي بروح بالليل برضه عشان يطبب، صح ولا لا؟ مزبوط. فعشان هيك احنا المهن هاي على عيننا وراسنا، انا ابوي مسرجي وجارنا وقربتي حسن برضه مسرجي، بك حلم اصير مسرجي ما زبطتش مع رحت على الفن. منيح انه منيح الفن، كل شيء بده تعليم وبده تفكير يعني، وهذا بتعلق بالبني ادم شو بحب بحياته. الجمل رفض زرافي. طيب مع بعض انتوا جاوبتوا. طيب حبيت اقول لكم شيء واحد بس، انه لا في جمال ولا في زرافه، هاي بك برنامج شو تصير، عملنا فيكم مقلب. عملنا فيكم مقلب تعيشوا تاكلوا غيرها، طبعا ما فيش علاقه لا طرديه ولا عكسيه ولا بطيخ، ماشي ماشي. بس انتوا راح تاخذوا من عندنا جائزه وراح تدخلوا على سحب على جائزه قيمه. طيب احنا نعطيك هديه مقدمه لك من محلات البيك سنتر، ماشي، في وسط قرية كفر قرع، قسيمة شراب بقيمة 100 شيكل، يعني هسه بظبط حالك بجمع ماسورة، بظبط؟ بظبط. طيب رمضان كريم. وانتم بخير، إن شاء الله بعيدوا علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية باليمن والبركات. كل عام وانتم بخير يا أخ عبيدة. طيب انتم موافقين إنه نذيع؟ إيه موافقين. موافق؟ آه. كيف بيقولوا البدوي شو السير بالبدوي؟ وش السالفة؟ ايوه صار انت يعني مع خبره. مع خبره وستعشت بالبدو بينهم عشان تعرف عاداتهم وتقاليدهم. بس ما اكلتش منسف. بكلهم عشنا هناك شهرين زمان ما كناش منسف. لا اي مش اللي بجاهز اللي بحطوه مع الدجاج ومعي بس منسف الاصلي بعدك ما جربتوش لما اخذ اياه مش منسف. لك منسف منسف بدي منسف منسف اللي تسال تقول له شو السير هذا منسف يا زلمه شو السير بتخلع خلع بايديك اسود اخضر اصفر اخضر احمر اخضر جزر. بس المميز انه الالوان هاي مش مجرد الوان، هي الوان للخضروات والفواكه الموجوده هون لانها طازه وبتسرج سرج يا حبيبي محمد غانم. محمد غانم المصور والمخرج وايضا اللي بيعملنا المونتاج. شو السيره تابعونا.